ناط أمير من الأرض بصعوبة، خرج تليفونه ومدو الخليل كيوريه شي حاجة، وفي نفس الوقت كيشوف فيا وكيهددني. قال والله لبقات فيك حقي، غناخدو عاجلا أم آجلا. ما فهمتش اش كيخربق هذا، وما عرفتش شنو شاف خليل في داك التليفون وخلى لون وجهو يتبدل. لاح التليفون في الأرض وقرب لعندي، وملامحهم محيين. داني للطوموبيل ديالو بعنف وحل الباب، وقبل ما يلوحني وصلوا ميساج قراه وهو يضرب يده مع سقف الطوموبيل. شاف فيا باحتقار وقال دخلي في ساع. ما فهمتش ماله وعلاش كيتصرف معايا هكا، جنني وعصبني وتنطرت منه وقلت له بعد مني، واش كيحسب ليك انا لعبه بين ايديك دير فيا ما بغيت؟ صافي انا ما غنمشيش معاك، ركبي بركه من الفضايحه العاهره. ودفعني بعنف الطوموبيل وسد عليا الباب وركب حتى هو وكثيره بالجهد. كان زربان كيسوق بسرعه جنونيه، دورت وجهي كنشوف بعيد، كنت مصدومه وموجوعه الطريق كلها وانا كنفكر في هذاك الفلاش اللي طرالي مع صاحبه. ما فهمتش علاش تصرف معايا هكا، قليل اللحية كيفاش تجرأ يقول عليا هاد الهضره؟ وهاد المرض حتى هو في ساعه تقلب عليا ورجع للعنف والقذف والسب. ووسط هاد الافكار ما قدرتش نحبس دموعي اللي بداو كينزلوا بهدوء. وصلنا للوطيل ونزلت وهو تحرك بالطوموبيل، ما عرفتش فين مشى. بدا عقلي كيدي ويجي فين غيكون مشى في هاد الوقت، ياك ما مشى يسكر. لا لا كون بغى الشراب راه غير هنا في الوطيل، يمكن رجع عند صاحبه. وشويه تفكرت هذا نهار السبت وانا نفهم السيد مشى يدوز سامدي سوار. اوف وانا مالي، يمشي حتى لجهنم ان شاء الله. دخلت للوطيل كنجري ودموعي شلال، ودخلت في شحال من واحد في طريقي ومع ذلك ما مسوقاش. كان همي الوحيد نوصل للبيت ونفارد براسي. دخلت لبيتي وبدلت حوايجي، تكيت في فراشي وانا ميتة بالنعاس. وخا هكا اللي فيا ما هناني، ما قدرتش ننعس. وبدات الاحداث الاخيره كتدوز بين عينيا وعقلي خدام، وتفكرت نظرات خليل وحنان، وتفكرت امير وكلامه الجارح، وتفكرت خليل واهانته ليا وكيفاش تقلب. بديت كنبكي ونغوت بالجهد لربي اللي خلقني. جاتني حاله هستيريه كنضرب في وجهي ونتف شعري. بقيت في ديك الحاله مده حتى نط وقفت بدون سابق انذار، وحليت البلاكار وبديت كنجمع في حوايجي درتهم في الباليزة، وانا مقرره غدا نمشي نهرب ونبعد على هاد الحقير واللي بغى يديرو يديرو. صافي ما بقيتش قادره نصبر لهاد الدل، وليت هنا جفاف اللي جا يمسح فيا رجليه. من غدا غنرجع عند والديا نتحامى فيهم. ارتاحيت نسبيا مورا ما خديت هاد القرار، ورجعت اتكيت في بلاصتي، غمضت عيني ونعست. وفي الصباح فيقني التليفون كيصوني، كانت ماما. شفت الساعه لقيتها 8 ديال الصباح، تخلعت وقلبي تقبط عليا، خفت يكون بابا طراليه شي حاجه. جاوبت في ساعه الو ماما، قالت فيدا بنتي كيف دايره لاباس عليك؟ قلت لها الحمد لله ماما، ياك لاباس، ياك ما بابا طرات ليه شي حاجه؟ قالت لا بنتي غات هناي، باباك بخير وكيسلم عليك. نهدت وقلت ليها سلمي عليه حتى انتي كل شي بخير. وهي تقول بنتي والله ما عرفت منين نبدا ليك. قلت ليها ماما عافاكي بلا ما تزيدي تخلعيني. وهي تقول البارح جاو هنا صحاب المخزن كيقلبوا عليك، قال لك على ود شي شيك سنيتي عليه. بالصدمة جيت واقفة قلت ليها شنو اين شيك؟ قالت هاد الشي اللي قالوا جاو بغاو يديوك بنتي. انا بديت كنرجف، ما يمكنش
أكيد كاين شي غلط. قالت عافاك بنتي، أجي هاد النهار باش تشوفي اش كاين، راه خفت يخرجوا ليك على خدمتك. قلت ليها واخا ماما، انا غنشوف كي ندير، بسلامة دابا. وقطعت معاها وانا مرفوعة، تلفت وما عرفت ما ندير. اصلا مازال ما استوعبتش الهضرة ديالها، كيفاش انا وقعت الشيك لشي حد؟ انا اصلا من نهار فتحت الحساب في البنك وخرجوا لي دفتر الشيكات حطيته في البلاكار وما عمري جبدته. ووسوس لي الشيطان وجات في بالي واحد الفكرة، ياك ماشي حد هزو ليا من الدار. وبدا قلبي كيضرب بالخلعة وهرب لي اللون من وجهي. لا لا ما يمكنش، بغيت نحيد الشك. وعاود تعيطت على ماما وقلت ليها تشوف واش باقي في البلاكار ديالي فين خبيته، وقلت ليها نقطع ونعاود. ويا ريتني ما عاود، للأسف ماما أكدت لي الشكوك ديالي، دفتر الشيكات ما كاينش تما. دارت بيا الأرض وفقدت التوازن وجلست على طرف الناموسية وأنا منهار على اللخر، ما قادراش نفكر. جلست شحال كنحاول نتماسك، ونطت لبست حوايجي وهزيت باليزتي ومشيت كنتسلت خايفة يشوفني داك المريض، حيت عارفه ما غيخلينيش نمشي، عارفه مسموم وما كيرحمش. ما لقيتش حل من غير أنني نمشي نهرب ليه. قدرت نخرج من الوطيل بلا ما يحس بيا، والحمد لله مشيت لمحطة القطار، قطعت الوجدة ودخلت شديت بلاستي. الطريق كلها والتليفون كيصوني، كان خالي او ما بغيتش نجاوبه، بقى هكا كيصوني ما بغاش يحبس. وانا نطفي التليفون وغمضت عيني، كنعس ونفيق حيت كان صداع بزاف. وصلت لدارنا مع 8 ديال الليل، لقيت بابا وماما كيتسناوني بالاحضان، تعشينا وجمعنا وضحكنا. طبعا بابا ما فراسه والو، ووصاتني ماما في الاول باش ما نقولهاش ليه، عندها الحق، خبر بحال هذا يقدر يقتله. ومشيت نعس، عييت نتقلب يمينا ويسارا ونعصر في النعاس والو، عقلي ما بغاش يحبس من التفكير وعيني محلولين. بقيت هكاك حتى صباح الحال، نط دوشت وصليت وخرجت. فطرت مع ماما وبابا، ولقيت ماما مسكينة مجدا مسمان والحرشة على ودي. الله شحال توحشت هاد الأجواء، كون كنت في ظروف أخرى نكون دابا في قمة السعادة. أشنو كيبغي بنادم أكثر من حضن ودفء العائلة؟ ولكن أنا مكتوب عليا الهم والحزن طول حياتي، أنا ماشي من حقي نفرح ونعيش بحال الناس. علاش يا الدنيا معاكسة معايا؟ علاش استخسرتي فيا الفرحة؟ وفيقاتني ماما من شروطي، قالت بنتي واش ما غتمشيش للخدمة؟ بقيت حالة فيها فمي. بدات كتغمز فيا وكتقول يا قلتي ليا عندكم اجتماع في الفرع ديال وجدة. تلعتمت وقلت اه انا ماشيه دابا. خديت طاكسي للكوميساريه فين استدعاوني، غير دخلت عند العميد وعطيتو بطاقتي الوطنيه وقال لي انتي موقوفه بتهمه شيك بدون رصيد. قبل ما نعترض او ندير رده فعل وراني الملف وانا نتصدم، لقيت جوج شيكات مسنيين بسميتي فيهم 20 مليون الواحد، يعني في المجموع 40 مليون. ما فهمت والو، هاديك سميتي والامضاء ديالي، ولكن ماشي انا اللي وقعت، اكيد كاين شي غلط. قلت هاد الشيك مزور والله ما انا اللي وقعته. قال العميد دابا كتكذبيني ياك، واش شفتيني دري صغير قدامك؟ قلت له تيق بيا والله ما دياولي. وهو يقول المهم دابا هاد الهضره ما عندها فاش تفيدك، كنصحك دبري الفلوس وخلصيها في اقرب وقت، ولا راك غدوزي هنا شي عامين. صدمت، ما لقيت ما ندير، تبلوكيت. اش عندي ما ندير؟ بابا مريض وانا ما عندي حد في هاد الدنيا. وطلقت العينان لدموعي، كيف ما ديما سلاحي الوحيد اللي كيرافقني في ازماتي.
بقيت جالسه تما كنبكي بصمت، حتى جا الموظف اللي غيديني للحبس. بعد ما حيد مني الساك والتليفون اداني لواحد الغرفه غدا نجلس فيها مؤقتا بعد ما يتعرض الملف ديالي على وكيل الملك، وطلبت منه يخليني نهضر مع ماما، واتصلت بيها وقلت ليها الجديد. بقات كتبكي وتنوح، قطعت لي قلبي. كانت غرفة صغيرة ومظلمة، دخلت لتما، دخلت بتردد، وقال لي العسكري وسد عليا الباب. دورت عيني وبان لي البيت كيصفر، ما فيه لا فراش لا بنادم. مشيت لواحد القنت وجلست في الأرض ونفكر في شكون عنده مصلحة يزور توقيعي. درت كاع الاحتمالات في راسي، ما وصلت للوالو. صافي مشيت نحماق، علاش يا ربي انا يطرى فيا هاد الشي؟ عمري ما اديت شي حد، ياك انا انسانه مسالمه. دوزت شي ساعتين وانا كنشرق ونغرب، كنسول ونجاوب. دخلني لواحد البيت فيه طوابل وكراسة، بانت لي ماما مسكينه هازه شي حاجه في ايديها والهام باين على وجهها. شافتني وجات عندي كتجري كتعنقني وتبكي، وزادت كملات عليا. جلسنا على شي كراسة وبديت كنسكتها وكنحاول نطمنها واخا غير بالكذوب. قلت ليها ما تخافيش يا ماما، انا راه ما وقعت والو، انا مظلومة. وسولتني واش عرفتي شكون دار فيك هاد الشي؟ قلت ليها لا، وبدات كتدعي في اللي ظلمني، كتدعي من قلبها وتبكي. احتت في الشات شوية وورات ليا شنو جاب، الفراش والصاك فيه الكسوة وشي حاجة ناكلها. من بعد بدينا كنفكروا بجوج في شكون عنده مصلحة يدور توقيعي، وكيفاش داير حتى دخل للدار وخد الشيك من بلاكار. ما وصلنا لوالو حتى سالا وقت الزيارة. مشات وهي كتحسر على الوضع ديالي، ما سخيتش تخليني في داك الوضع، كتقول ليهم خليوني نبات معاها. قلب الأم، هي مشات وأنا رجعوني لبيتي، بدلت حوايجي وفرشت في الأرض وغمضت عيني وحاولت نعس. دوزت ليلة من أبشع الليالي في حياتي، كنعس ونفيق على الكوابيس حتى وصل الصباح وقالوا لي عندك زيت. نط في ساعة ومشيت كنطير عند بالي غدا تكون ماما، ساعة غدا نلقى آخر شخص كنت متوقع نشوفه. كان خليل جالس في غرفة الزيارات كيتسناني. هذا أشنو جاي يدير هنا؟ أكيد جاي تشفى فيا. ما حملتش راسي وما بغيتش يشوفني في هذا الموقف، تمنيت تكون تشق الأرض وتبلعني. حضرت راسي في الأرض وتسمرت في بلاصتي حدا الباب. ناض جا عندي وحط ايدو على كتفي وقال في دا صافا؟ قلت له علاش جيتي؟ قال لي جيت نعاونك. قلت له سير في حالك، ما بغيتش نشوفك. كيمسح لي على ظهري وقال تهدلي، انا باغي غير نعاونك. غوت عليه وقلت له اسيدي ما محتاجاش المعاونه ديالك، اعطيني اتساع وتفرق عليا. حرام عليك، باركة غير هاد المشاكل اللي عندي، افرقني عليك، افرق جرتي. تعصبت وليت كلي كنت رعد، ما بقيتش عارفة اش كنقول. حاول معايا يهديني، حركني من كتافي وما بغيتش نتكلم، وزدت شعلت كنغوت ونعاير وندفع فيه جهة الباب. واحد اللحظة جات ايدي على الماتريال ديالي، داكشي قاصح، تقرصت وحيت ايدي في ساعة. ناري على فرشة، زنقت ودبت من قوة الإحراج، وحنيت عيني في الأرض وجمدت في بلاصتي. ما كرهتش ندخل في حوايجي، وهو استغل الموقف وشد لي في ايدي وجرني لجهة الكراسة، جلسني وجلس حتى هو وقال شوفي أنا جيت باش نعاونك، عندي واحد الاقتراح، الا قبلتيه غدا تخرجي من هنا دابا. ما كنتش قادره نجاوبه، باقي تحت تاثير الصدمه وما كنرفعش فيه عيني. قال لي انا محتاج للزواج في هذا الوقت، خاصني ندير ولادي، الا قبلتي تزوجي بيا
انا غنخلص هاد الشيكات. وقفت وقلت له اشنو كتخربق انت واقيلا حماقيتي. جاوبني ببرود وقال بالعكس عمري ما كنت في عقلي بحال هاد النهار. وشرد بعينيه واحد المدة بصوت حزين وقال انا خاصني نتزوج في اقرب وقت وانتي خاصكي تخرجي من هنا. قاطعته بالغوت وقلت له مستحيل نقبل هاد الشي انا ما كان بغيكش. بقى فيه الحال وقال خاطرك انا قلت لك اللي عندي اقترحت عليك صفقة ما كنتيش تحلمي بيها ما بغيتيش ابقاي تعفني هنايا انا كنت غير بغيت نعاونك. قلت له انا ما محتاجاش المعاونه ديالك حيت اصلا انا بريئه. وهو يقول لي بالفقصه وقولي هاد الهضره للقاضي. وناض ومشى في اتجاه الباب. انا تفكرت بابا وشنو يقدر يترى فيه الا عرفني انا هنا. وبلا شعور نطقت انا موافقه. دار عندي مبتسم وقال كنت متاكد. وكمل طريقه وخرج وسد الباب. ودازت شي 10 ديال الدقائق وجا عندي العميد وقال لي يا نقدر نخرج دابا. استغربت كيفاش بهاد السرعه ولكن فعلا الفلوس كيديروا كل شيء. خرجت من الكوميساريه كنحس براسي تخلاقيت من جديد. كنستنشق الهواء النقي بابتسامه واسعه. لقيت خليل كيتسناني في طوموبيلته. غير شفته وتفكرت الاتفاق اللي بيناتنا وجمعت الضحكه. صافي كحاله الدنيا في عيني. ركبت معاه في الطوموبيل وديمارا بلا ما يهضرني. وصلني لدارنا. في الاول استغربت كيفاش عرف العنوان الا انني سرعان ما تفكرت انني عطيتهم العنوان في الشركه. ودورت وجهي كنشوف في الفراغ وعقلي مبلوك ما حساش براسي في هاد العالم. وصلنا وقبل ما ننزل قال لي يا خاصنا نهضروا. عرفتو علاش باغي يهضر. سمرت في بلاصتي وبدا كيهضر بكل برود وبلا ما يشوف فيا. قال لي يا غيجي في الليل يخطب غير بوحدو وغدا غنديروا العقد ونمشي معاه لمراكش. ما بغاش يدير العرس حتى انا عجبني الحال واخا عرفت راسي غنلقى مشاكل مع ماما. حتى نزلت من الطوموبيل وجاو في بالي الشيكات وتوسوست. رجعت لعندو وقفت عليه قبل ما يديمار. شافني ونزل من الطوموبيل وتقابل معايا. قلت له ممكن نسولك؟ قال لي شنو كاين. قلت بغيت نعرف شنو درتي في الشيكات. قال لي صافي خلصتهم. قلت له وفين هما؟ ارفع حجبانه وشاف فيا مستغرب. ابقى ساكت مدة قبل ما يخرج دوك الشيكات من بسطامو. طرت عليهم خديتهم منه في ساعة. تأكدت منهم وخشيتهم في الجيب تاع المونطو. طلعني ونزلني مصدوم من تصرفي وقال ما واثقاش فيا. قلت له بسخرية هو علاش غنتيق فيك؟ قال الله يهديك واش انا خرجتك من الحبس وباقا كتشكي فيا؟ قلت له انا مظلومه. قساكت وكيشوف فيا ونظراته ما مفهومينش. تخنقت وتوترت حسيت به بحال ما متيقنيش. اكيد كيحساب ليه انا اللي وقعت دوك الشيكات. ما عرفتش علاش بديت نشرح ليه ونبرر ليه. قلت له تيق فيا والله ما انا اللي وقعتهم. شي حد هز ليا دفتر الشيكات من الدار وزور توقيعي. كنهضر بتأثر وكنشوف وجهه. كنت رجاه بعينيا يتيقني واخا عارفه مسموم واخد عليا نظره غلط. قال بابتسامه عارف والا ما كنتش غنخرجك. صدمت قلت له كيفاش عارف؟ تقابلوا عينينا وكانوا عينيه كيلمعوا وقال ما بيناش فيك نصابه. الهضره ديالو فرحاتني وريحاتني. أثر فيا بزاف بالطريقة باش كان كيهضر والثقة اللي دار فيا. شفت فيه والدموع مجموعين في عينيا وقلت له بصوت مخنوق عافاك وقف معايا خاصني نطعن فيهم باش نعرف شكون دور توقيعي ونثبت براءتي للكل.
بديت كنبكي ونشهق ومسح ليا دم يديه وقال: فيدا، انتي ما محتاجاش تبتي براءتك، انا مطيقك وعارفك بريئة. قاطعت وقلت له: ولكن خفت من شي مشكلة اخر، عافاك يلا نمشي ونديكلاري. قال لي: لا بلاش، راه هدرت مع المدير د البنكة قبيلة وقلت ليه يلغي الصلاحية ديال دفتر الشيكات، غير تهني ما بقاش صالح دابا. قلت: ولكن انا بغيت نعرف شكون دار فيا هكا، بغيته ياخد الجزاء ديالو. قال لي بصرامة: فيدا، صافي سدي هاد الموضوع وما تخافيش، انا معاك وما كاينش اللي يقدر يقرب منك. قرب مني وطبع قبلة خفيفة على جبيني وقال: سيري دابا حتى البلات. سكتني وما خلى ليا فين نزيد نناقش. ما بقيت فاهمه والو في هذا السيد، اصلا ما بقيتش فاهمه راسي، علاش كنت تبنش فاش كيقيسني وكنت اثر بكلامه، علاش كنحس بالامان وانا معاه وكنرتاح للهضره ديالو، واخا هو ما خلى ما دار فيا، واخا ظلمني بزاف، واخا عذبني ودلني، كنت باقا كنتصارع مع مشاعري حتى فيقني صوته. قال: فيدا سيري للدار ونساي عليك هاد الشي، ما تخافي من والو. ما جاوبتوش، اكتفيت بابتسامة باهتة واستسلمت ومشيت في حالي والابتسامة على وجهي، حاسة براسي طايرة في السما والهضرة ديالو ريحاتني، واخا ما عرفتوش واش كيهضر من نيته. ومشيت للدار ودقيت في الباب بالجهد، حليت ماما وشافتني صدمات بالفرحة وبداو دموعها كينزلوا وكتعنقني وتبوسني. دخلت ولقيت بابا ناعس حدا التلفازة، خليته ما بغيتش نفيقه. قالت لي: يا ماما راه ما فراسو والو، عند بالو بايتة عند صاحبتي. ودخلت لبيتي دوشت ولبست بيجامتي، صليت كاع اللي تجمع عليا من البارح ودرت صلاة الاستخارة على حساب هاد العرض ديال خليل. دخلت عليا ماما وفي عينيها أسئلة كتيرة، جلسنا على الناموسية وشدات لي في إيدي وقالت: بنتي ياك ما سي خليل هو اللي عاونك. تعجبت وقلت ليها: شكون قالها ليك؟ قالت: جا هنا كيسول فيك وعاودت ليه كل شي. قاطعتها وقلت ليها: شنو عاودتي ليه؟ قالت: على اشنو طراليك مع صفاء وسفيان وعلى هاد المشكل. بديت كنضرب في حناكي وقلت لها: اويلي شوهتيني، علاش يا ماما واش حماقيتي؟ بدات كتبكي وقالت: سمحي لي يا بنتي، انا كنت مكويه عليك باغاك تخرجي باي طريقه، هو وعدني انه غيعاونك وطلب مني نعاود له على حياتك، واش عندك شي اعداء؟ قلت لها: كيفاش اعداء؟ قالت: اه زعما بغى يعرف شكون من مصلحته يزور توقيعك. قلت لها: والله يهديك يا ماما، ما كانش عليك تعودي ليه اسراري، انتي عارفاني ما كنبغيش، ما حملتش راسي وزدت كرهت هاد الزواج، هذا اكيد موراه شي قصه، مالو تابعني شنو بغى مني، وعلاش عرض عليا الزواج واختارني انا من دون كاع البنات؟ جاوني افكار في شكل ودماغي بدا كيدي ويجيب، ياك ما بغى يتزوج بيا حيت شفق عليا وحيت لقى حالتي بحال حالته، حنا بجوج تعرضنا للخيانه من اقرب الناس لينا. وبلا ما نشعر فكرت بصوت مرتفع: ولد الهام داكشي علاش؟ وهي تقول لي: يا ماما مالو بنتي اش دار؟ ياك ما طلب منك شي حاجه خايبه في المقابل. تزنقت وقلت لها: اش كتقولي يا ماما؟ قالت لي: راني خايفه عليك بنتي، انتي على نيتك وهاد الدنيا عامره بالديان. حطيت ايدي على ايديها كنطمئنها بابتسامه وقلت: ما تخافيش عليا، انا عارفه اش كندير. وهي تقول: الله يكمل ليك بعقلك يا بنتي. قلت: ماما خليل بغى يجي يخطبني. قالت: اشنا هو؟ السي خليل بغى يخطبك. قلت لها: مالك تصدمتي، واش حاقراني حتى لهاد الدرجه؟
قالت لا بنتي غير فاجأتيني. قلت إيوا راه هادشي جا في ساعة، احنا براسنا ما كناش مخطين. عنقاتني وقالت لي مبروك عليك بنتي، هذا أسعد خبر سمعته في حياتي. وبدات كتزغرت حتى فيقات بابا وعيط عليها، مشات عنده علماته وفرح حتى هو وبدا كيردد الحمد لله. دخلنا انا وماما الكوزينة ووجدنا كاع الشهيوات اللي كنعرفوهم، ها المالح ها الحلو. ووصلت ستة ومشيت دوشت ولبست قفطان، كنت وجدت العرسي من سفيان، سرحت شعري وجمعته الفوق بعناية ودرت ماكياج صارخ نوعا ما، وخا ما عنديش معاه ساليت وتقديت مع المراية، عجبني راسي بزاف، جيت بحال شي أميرة غزالة وكنحمق. دخلت ماما وقالت لي خليل وصل وكيسول فيا، واخا كنت عارفة باللي هذا مجرد اتفاق وزواج مصلحة، ولكن قلبي بدا كيضرب وطلعت معايا التبوريشة عايشة الدور حتى أنا بحالي بحال أي عروسة. مشيت نستقبله، بان ليا جالس في الصالون مع بابا في ساعة نسى جمعه كيضحكو وجمعو، لمحني واقفة في الباب وناد وقف حتى هو، فاجأني ولد الهم حتى هو لاح بالضو لابس كوستين في الكحل وقميجة في الغوص، شعره مقاد واللحية حتى هي، سالة معايا وزاد كملها، هز الورد في ايديه وكيبتسم ليا. سمرت في بلاستي، جاو عينيا في عينيه اللي كانوا كيبرييو، لمحت فيهم الفرحة وقربت عنده ومد ليا الورد، خديته من عنده بابتسامة وشكرته ورحبت به بخجل. تزنقت وحشمت من بابا، درت السباب الورد ومشيت كنقلب على باص، قاديته ودخلت الكوزينة نعاون ماما، حطينا الشهيوات اللي صايبنا كبرنا به زعمة، وحتى هو ما خلى ما جاب، ها الحلوة ها العصير ها الورد ها الكادويات ليا والوالدية. ما كانش كيحساب ليا مصواب لهاد الدرجة، وما فهمتش شنو اللي خلاه يتغير معايا في المعاملة 180 درجة. جلست على السداري مقابلة معاه كنهضرو ونجمعو عادي بحال شي عائلة، مرة كتجي عيني في عينه كيضحك ليا، شعور زوين ما عمري حسيته، حسيت أنني ملكت الدنيا وما فيها، ونسيت مرة الاتفاق اللي كان بيناتنا. ما عمرني فرحت بحال هاد النهار، حتى فاش كنت مخطوبة لسفيان ما حسيتش هاد الإحساس، كنحس بقلبي بحال شي ريشة خفيفة كيطير ويرفرف بالفرحة. خليل قدر يقنع والديا نتزوجو بلا عرس، ولد اللادينة ما عرفت كيف دار ليها، خصوصا أنني أول وآخر فرحة ليهم. المهم تبناو لينا السعادة وباركوا لينا من قلبهم. وبعد ما تعشينا خليل بغى يمشي ووصلته للباب، قال لي باللي غيدوز عليا غدا مع 8 ديال الصباح باش نمشي ونوجدوا الوراق ديالنا على حساب الكاغد. اختف بوسه في شفايفي وغمزني قبل ما يمشي، هو مشى وانا بقيت كنقفقف. طلعت معايا التبوديشة، تفكرت الضخامة وداك الشي وعرفت اش كيتسناني معاه، خصوصا قالك بغى الولاد. صباح فقت مع 7 توضيت وصليت، خرجت وفطرت مع والديا وهما فرحانين بيا، واخا الفرحة ديالهم كانت ناقصة. مرة كان لمح الدموع في عينين بابا، عرفته كيفكر في اختي اللي من نهار هربت ما سمعنا خبارها، الله اعلم فين تكون غاطسة، ما عرفتش اين قلب عندها اللي كيخليها تسمح في والديها وما تسولش فيهم، دابا 2 وزيادة. اوف يا ربي، كل ما فات الوقت كتر كل ما زدت كرهتها، تكون دابا عايشة حياتها وناشطة من ديما كتفكر غير في راسها وكدير اللي بغات. وانت وناد في الباب عرفتو غادي يكون خليل، ما جيت في النوض نحل عليه حتى كانت ماما دخلات للصالة، دخل مبتسم وجلس فطر معانا حتى هو، مشينا وصايبنا الوراق بسرعة البرق بفضل النفود ديالو. ما وصلت 3 د العشية
حتى كنا عقدنا وليت مراتو على سنة الله ورسوله. مورا ما تكاتبنا اداني القيصرية ديال الذهب وشرا ليا خاتم وبراسلي وساعة وخلص مبلغ خيالي، زعما حتى هو كبار بيا وداير الواجب. ما عرفتش علاش ما كنتش فرحانة، بالعكس كان خاطري مزير عليا، حسيت به بحال كيشريني بفلوسه. ما عجبنيش الحال، انا ما محتاجاش للذهب والفلوس، انا باغا الحب والاهتمام، باغا اللي عوضني على الحرمان اللي عشته في حياتي، باغا اللي ينسيني في العذاب والغدر ديال سفيان. اه يا قلبي، تفكرت سفيان والنهار اللي جينا نشريو الخاتم قبل 4 سنين. هو خا كان خاتم بسيط بزاف حيت ما كانش خدام ديك الساعة، إلا أنني كنت طايرة بالفرحة ديك الساعة، وسافرت بأفكاري وسرحت بعينيا. حتى كنسمع خليل كيهضر وشاد ليا في إيدي وقال يلا نمشي. قلت له آه واخا. مشينا للدار ولقينا ماما في الباب، استقبلتنا بالصغارية والصلاة والسلام. مسكينة كتحاول تفرح بيا مع أنني حرمتها وحرمت راسي من العرس. خليل جلس يتعشى معانا، حلفات عليه ماما. دخلنا للصالة، سبقني مشى سلم على بابا وجلس حداه. كان كيتصرف على طبيعته بحال راه في داره. خليته معاهم ومشيت دخلت البيت، توضيت وصليت صلاتي، ساليت وبديت كندعي ونطلب من الله يفرج عليا همومي وييسر ليا امري ويزيح هاد الغمه على قلبي. بقيت مده كندعي وكنبكي حتى ارتاحت ونط جمعت الصلايه، ومع الدوره كنلقى خليل واقف ومتكي راسو على الباب وكيشوف فيا بنظرات حزينه. قفزت بالخلعه، قلت له اش كدير هنا؟ اسكت مده قبل ما ينطق وقال بصوت حنون، جيت نقول لك اجي تعشاي. قلت له واخا انا جايه. قرب لعندي وباسني في حنكي ومشى خرج في ساعة. تبورش عليا لحمي، ترونت وفشلت، ما بقيتش قادره نوقف على رجلي. جلست على الناموسيه وكنمس في حنكي وقلبي كيضرب. ما قدرتش نفهم هاد الخليط من المشاعر اللي كيسيطر عليا بمجرد ما كيحط ايدو عليا. شويه كنسمع الماما كتعيط ليا ومشيت كنجري بلا وعي. خرجت بحويج الصاله، جلسنا كنتعشاو مجموعين، كل شي ضاحك وناشط الا انا كنت مرفوعه وما كيناش في هاد العالم. ما بقيتش كنسمع لكلامهم، وليت دايره بحال المراهقات مركزه عيني على خالي، ودقات قلبي كتراقص. لست ادري اخوفا منه ام فرحا بقربه. سالينا العشاء وطلب مني بابا نصايب اتاي، قال لك توحش اتاي ديالي، ومشيت بلا عجز عليا كنصايب ليهم. وجات ماما تعاوني وانا وجدت صينيه وتمنيت غدا بها للصالة. قبل ما نخرج قالت لي يا ماما تبارك الله بنتي، راجلك غزال ولد الناس، صبرتي وربي عوضك. تزنكت وقلت لها الحمد لله، وهي تقول تهلاي فيها فيدا وعندك تخسريه، باينه كيبغيك بالصح. شفتي كيفاش ما حيدش عينه عليك؟ حشمت وقلت لها ان شاء الله يلا ندخلو في ساعة رتعطلنا. مشينا داخلين والهضرة ديال ماما كتردد في بالي. دخلت وحطيت الصينية تحت نظرات خالي اللي كان غياكلني بعيني. شربنا آتاي، هضرنا وجمعنا ووصلت 9 ديال الليل. ومشى خليل على أساس غدا غيدوز عليا في الصباح باش نشدو الطريق لمراكش. وصلت حتى الباب وباسني بحال البارح في شفايفي وهرب وخلاني كندوب. ادخلت لبيتي ولبست بيجامتي وطحت في بلاصتي، غمضت عيني ونعاست. ضربتني الفيقة مع اذان الفجر، نطت وضيت وصليت وقريت شوية القرآن
ورجعت اتكيت في بلاستي، كنحاول نغمض عيني. ساعة النعاس حلف مجالية، عقلي كان خدام وعيني مبوقين. ما عرفتش علاش فايقة خاسرة وخاطري مريض. عاد سرات معايا الخطوة اللي درت، ما حملتش راسي. علاش نتزوج بهذه الطريقة؟ علاش نبيع راسي بالفلوس؟ أنا اللي كنت ديما كنحلم بالحب والرومانسية، أنا اللي كنت ديما ضد الماديات. الله يا ربي، علاش كيطرى ليا هذا الشيء؟ واش أنا ماشي من حقي نفرح بحال البنات؟ واش ماشي من حقي نلبس فستان بيض ونطلع في العمارية؟ وأنا نسمع ماما كتعيط عليا، ومسحت دموعي ومشيت فطرت معاهم. كنحاول نبين راسي فرحانة، ما بغاش نشطنهم معايا. سالينا ودخلت لبيتي، جمعت حوايجي وجلست كنتسنى في خليل يجي. وسمعت الدقان في الباب، عرفته هو. ودعت بابا بالبكا وعطيته الشيك اللي كان عطاني خليل ليلة الاجتماع. افرح بيه مسكين، واخا ما بغاش يشدو مني في الاول. وماما وصلتني للباب وعنقاتني وشبعات فيا بوسان. ما طلقات مني حتى كنسمعو الدقان في الباب مرة اخرى. حليت الباب ولقيته واقف كيبتسم ليا. ابتسمت ليه بلا ما نحس، وهز من ايدي الباليزة وحطها في الكوفر. ورجع دخل سلم على بابا وودع ماما، وركبنا في الطوموبيل وشدينا الطريق السيار الكازا. قالك غندوزو فيها الليلة في الوطيل، نرتاحو من الطريق عاد نكملو لمراكش. انا غير سمعت هاد الخضرة وبديت كنقفقف، واسئلة كتيرة طرحت في بالي. كنفكر في اشنو كيتسناني هاد الليلة، وكيفاش خاصني نتعامل معاه، وفين غادي نسكنو، واش عنده شي عائلة، واش غيكونوا مزيانين وغيتقبلوا زواجي منه. وبدا خاطري كيتروع بحال ديما فاش كنشد الطريق الطويلة كتجيني التقية. غمضت عيني، ما بغيتش نزيد نفكر في المجهول، وقررت انني نتجاهل ونخلي القدر يلعب لعبته معايا. حليت عيني على وجهه، كان قريب مني لدرجة الشوفات ديالو خلعوني. انتفضت من بلاستي وقاديت الجلسة. ما عجبوش الحال فاش بعدت عليه. في ساعة قلب وجهه وهو يقول نزلي نتغداو. قلت له ما فيا ما ياكل، وهو يقول بصوت حاد قلت لك نزلي. انزل وتبعته بعصبية. قريت في البلاكة باحت الاستراحة. دخلنا للداخل حيت كان البرد، طلبنا الشوا وشلايد. هو كان كياكل وكيتبنن، اما انا كليت غاب الزز. كانت نفسي مروعة عليا بالطريق. كلينا في صمت وجو مشحون، وانا غير كنشوف فيه وقلبي كيتسير عليا. كنت خايل فشنو كيتسناني هاد الليلة، اما هو وين على بالو، ما كانش حاس بالوجود ديالي اصلا. وطول ما احنا جالسين وهو كيشوف في البورتابل بحال لا كيتسنى شي اتصال، صنعوا عليه وجاوب في ساعة. كان صوت انتاوي كيتسمع بوضوح. توتر وناد خرج يكمل الهضرة على برا. اكيد هادي شي وحدة من عاشقاته، ما بغانيش نسمع كلامهم. زدت كرهت راسي وتعصبت، اندمت علاش تسرعت وتزوجت بيه، كون بقيت في الحبس ولا هاد الحالة. وبديت كنراقبه من زاج النافذة، كيهضر وكيتناقش على خاطره، نساني كاع واش كاينه معاه. ما عرفتش علاش قلبي تقبط عليا، وحسيت بكياني تهز ملي شفتو كيهضر ومنساجم في الهضره. كنت شارده في خالي وكنتغدد غير بوحدي حتى كنسمع الصوت اللي زعزعني. قال فدا هادي انتي؟ لا لا اكيد كان حلم، ما يمكنش. درت بالعرض البطيء نشوف ونتأكد من صوته، والله لا هو. رمشت عيني شحال من مرة، كان ألقى نفس الشخص سفيان، نفس الملامح ونفس الابتسامة ونفس النظرة، كيبان بوغوص ومهالي في راسه بحال ديما. نط وقفت من الصدمة وقلت سفيان؟ قال آه حبيبة أنا سفيان، أنا حبيبك. وحط إيده على وجهي كيلمسه بكل حنان.
طلعت معايا الحرارة وحسيت بقشعريرة كتسري في جسدي، كأن الزمان يعيد نفسه وحيا فيا الجراح من جديد. حسيت بحال غدرني عاد البارح، حسيت بالحقد وبالكره وبالغضب والشمتة. أحقدت عليه وما حملتش مازال نشوف فيه. غمضت عيني بعفوية، تنفست بعمق وجيت نغوت ونفاجر في وجهه حتى كنحس بشي ايد جراني بعنف. حليت عيني كنلقى خليل وملامح وجهه ما كيبشروش بالخير. عيني حمر وخارجين وعروقه بارزين. خرجني على برا ووقف، حاول يتحكم في اعصابه قبل ما يسولني. كيهضر من تحت سنانه، قال شكون هذا؟ بقيت ساكته، شدني من فكي بقسوه وقال لي بالغوات، جاوبي شكون هذا؟ نبرت صوته خلعتني، وليت كل اللي كنرجع. حسيت بلساني تعقد، ما قدرتش نطق بكلمه. استسلمت وبديت كنبكي بصمت. وجا تابعنا الشماتة سفيان، لقينا في داك الوضع وحاول يفكني من قبضة خليل. شر البالية ما يضحك، اش كيخربق هذا؟ عصبني ومرضني. تفو على مرض، حاول يدفع خليل بايديه وقال بصوت حاد، اطلق منها. خليل بقى غير واقف وكيتفرج فيه باستغراب. استجمع خليل انفاسه وضربه ببونيه، جابه في الارض كيرعف. اعجبني فيه وبرد لي غدايدي، وخا زاد خلعني وقلبي كان غادي يسكت من الخوف. وقفت كنشوف داك الشماته مليوح في الارض، كنشوف فيه بنظرات انتصار وتحدي، وكنشفي غليلي منه. ما حسيت الا وخليل جارني الطوموبيل بعنف، وتبعنا سفيان وهو غارق في دماياته. شدني من ايدي وقال فين غديها؟ طلق منها في دا ديالي. انا استفزني بكلامه ودرت عنده، صرفقت بكل ما في جهدي وقلت له بصوت حاد، مره اخرى تبقى تحترم عيالات الرجال بنادم. ودرت عند خليل وشديت له في ايده وقلت له حبيبي يلا نمشي، عافاك تخنقت في هذا المكان. قال سفيان في دا عافاكي، سمعيني انا مظلوم، صفاء هي اللي لعبات عليا. ما خليتوش يكمل كلامه، جريت خليل من ايده في اتجاه الطوموبيل، جريته بزاف، كان شاعل بالاعصاب. خفت يمشي يدير شي مصيبه ونصدقه في المشاكل. وركبنا في الطوموبيل وديماره باقصى سرعه، بدا كيسوق بسرعه جنونيه، كان باين فيه معصب وما حاملش راسه. وحسيت بتأنيب الضمير وقلت من الواجب عليا نشرح له. بديت كنهضر بتلعتم، قلت له هذا كان الخطيب ديالي. قاطعني وقال واش باقا كتبغيه؟ صدمت وقلت له علاش هذا السؤال؟ وهو يقول جاوبيني واش باقا كتبغيه. كنت باغا نقول له لا ما كنبغيهش، ما كنحملوش وكنكرهه. حقدت عليه، اغدرني مع اختي، ولكن طريقه باش اهدر معايا خلاتني نسكت. كرامتي ما سمحت لياش، ما رضيتش نبين ليه راسي ضعيفه ومغدوره. السكوت ديالي زاد عصبه وضغط على الكسيراتور وزاد في السرعه، ما زادش معايا كلمه. المنظر ديالو خلعني وخلاني كنقفقف. حاولت نشرح له باش نلطف الاجواء ولكن ما زعمتش شي حاجة فيه كتبلوكيني. حطيت راسي على الزاج ديال الطوموبيل وكنراقب الطريق وسرحت بخيالي، وبدات الأحداث كتعاود حدا عينيا. عاد بديت نستوعب شنو طرا، عاد سرات معايا، تزير عليا قلبي ورجعوا ليا كاع الذكريات البشعة اللي عشتهم في الماضي. ما كانش ساهل عليا نتلاقى بالشخص اللي دمر ليا حياتي، الشخص اللي خان ثقتي وحطمني، الشخص اللي بسبابه كرامتي تهانت. تفكرت شنو قال لي، انا مظلوم، استفزني الحقير بكلامه وزدت كرهته، عاد زايدها بالكذوب، تفو عديم الرجوله. ما كفاش شنو دار فيا وجاي يخربق لي حياتي، كتار ما هي مخربقه. تعصبت وقلت نعس حسن. ما فقت حتى دخلنا الكازا، فقت على أصوات السيارات،
ضرني راسي من الصداع والحس، حسيت بغمة على قلبي ومحملش هاد المدينة. سبحان الله، من ديما ما كنحملش كازا، كنت خنق بمجرد ما كنحط رجلي فيها. شفت في خليل ولقيتو باقي على حاله، مكشر وعاقد حجبانه. تقول شنو درت له كاع؟ ومشينا للفندق 5 نجوم، فين يبان مع هداك اللي كنا جالسين فيه في مراكش. مشينا للاستقبالات وعطاونا السواد وهزوا لينا الباليزات وطلعنا في المصعد. دخلنا الغرفة ديالنا وكانت غرفة واسعة ومنشارحة، أتاتها كلاس وفيها دوش طبعا وبالكون واسع. تلفت وما عرفت من دي، بقيت مصمرة في بلاستي. هو هز لاتخوص تاعو ودخل الدوش بلا ما يهضرني. حسيت برهبة وعرفت باللي حانت ساعة الحسم. صافي، قررت أنني نخليه يدير ما بغى، أصلا هذا حقه وهاد الشي علاش تزوجني، خاصو يدير ولاده. حاولت نقنع راسي بهاد الهضرة ونكون قوية، ولكن بدون جدوى. شدتني الفوبيا وركبني الخوف من راسي لرجلية، ومشيت جلست على جنب الناموسية وحنيت عينية في الأرض. كنت كنرشف بالخلعة وقلبي كيضرب على 180. تحل الباب وهزيت عيني، بان لي يخرج عريان لابس شورت قصير، ريحة شامبوان كتفوح منه وشعره كيقطر بالماء على صدره. ناري سالة معايا، كان وسيم وجذاب لأقصى درجة. طلعت معايا السخانة ووليت حمرة من وجهي، ومشى جلس على الفوتيه شحال قبل ما ينوض وتم جاي لجهتي. بدا قلبي كيضرب كيضرب، ضغط وبديت كنسمع الصفير في ودني. جلس حدايا وقرب لعندي، وانا كنستغفر باش نتلف الخلعة، وحط ايدو على دراعي. حسيت بحال تماس كهربائي، قفزت من بلاستي، تقرص من ردة فعلي، وفي ساعة زود ايدو وناد بحزم البس حوايجو في الطواليت وخرج من البيت وزدح الباب مورا. خرج وخلاني مصدومة ما فاهمة والو. بقيت في ديك الحالة مدة طويلة كنشوف في الفراغ وعقلي مبلوط. فاتت ساعة وأنا لا أحرك ساكنا، وبداو عينيا كيتغمضوا، وكنت غدا نعس إلا أنني تفكرت الصلاة اللي جمعت عيني من الصباح، ولعنت الشيطان ونط دخلت للدوش. دوشت وحيدت عليا العيا ديال الطريق، ونشفت شعري مزيان ولويت عليا فوطة. خرجت للبيت ومشيت واقفة حدا الباليزة باغا نجبد شي قميص نصلي فيه، حتى كنحس بيه محاوطني من اللور. حط يديها على خصري ومزير عليا، طلعت معايا التبوريشة وبديت كندوب. هبط راسو وقرب لعمقي، شميت ريحته، ريحة أنفاسه مخلطة مع ريحة الشراب. طلعت معايا التقية وحاولت نتجاهل ونستسلم ليه، ولكن ما قدرتش. حسيت بالقرف والشمئزاز، حيت ديما أنا كنكره ريحة الشراب، وأعدى حاجة عندي هي الراجل سكايري. نطرت منه وهو يدورني بإيديه، وجيت مقابلة معاه. كانوا عيني حمر وريحة الشراب عاطية منه، من شوفاته عرفته ناوي على خزيت. عييت نطلبو يخليني نمشي، وهو ما كاينش في هاد العالم، غاما كيزيد يجعر. كان في حالة غير طبيعية، الشراب داير خدمته. شاف فيا في صدري اللي كان كيطلع وينزل من قوة الخلعة، كان كيشوف برغبة جارفة وزاد خلعني. هربت ليه وهو يشدني من الفوطة اللي كنت لاوية عليا، وطاحت في الأرض. طلعني ونزلني، أنا من الخوف بقيت جامدة في بلاستي، كنت رجاه بعينيا اللي كانوا عامرين بالدموع. قرب لعندي وعينيه غيخرجوا من بلاستهم، تلاصقنا وبدا كيدوس يدو مورا ظهري، وحط فمه على فمي بعنف حتى جرحني وخنقني، ودفعتو عليا ومشيت نهرب ليه للدوش ونسد عليا. ولكن هو كان سرع مني وشدني ورماني بكل قوة فوق الفراش
وتلاح على فمي بالبوسان والعضان، وهبط لعنقي كيبوس وكيعض بسادية. كان في حالة غير طبيعية، بحال شي حيوان هايج. ما حسيت حتى عايرته، بعد مني يا سكيري الشماتة. هنا تحول من خليل إلى وحش ما كيرحمش، بدا كيعنف فيا ويعايرني. فوق ما كنحاول نقاومه كيضربني، عاملني بعنف واحتقار كأنني عاهرة، وبدا كيردد بعصبية: كلكم بحال بحال، كلكم غدارات، كلكم عاهرات. قلت له: كنكرهك عديم الرجولة. وبديت كنبكي وهو يقول: أنا غنوريك الرجولة شناهي. وحيد داكشي اللي لابس، اغتصبني بالقوة، خدا مني اللي بغى بكل وحشية وبغريزة حيوانية. قتل عدريتي وقتل براسي، خلاني مرمية كنزف من قوة العلاج. عامرة دمايات ودخل للدوش بلا شفقة ولا رحمة، خلاني مفجوعة كنغوت وكنبكي لا حنين ولا رحيم. ما عقلتش على راسي وما بقى هامني حد، كنغوت ونبكي بطريقة هستيرية، كنبكي من الحريق والدم. وفاتت مدة قصيرة وتحل الباب الدوش وخرج لابس حوايجه، خرج بكل برود بحال لا ما داير والو، ما حرك فيه وجودي حتى شي ساكن، مع انني كنت كنتنخصص. ما شافش لجهتي، خرج من الغرفة وزدح الباب. انا من قوة الالم والصدمة ما قدرتش نوض من بلاصتي، كنت بحال لا مخدرة او لا مبنجة. غمضت عيني وداني النعاس، ضربتني الفيقة مع اذان الفجر. في الاول ما عرفتش فين انا، حتى بديت كنركز عاد تفكرت شنو وقع البارح. شحلت الضو ودورت عينيا في الغرفة، كنقلب على الوحش الادمي، ساعة ما بانش ليا، ما عرفت فين مشى. الله يغبر ليه الشقف. بقيت في بلاصتي كنشوف في السقف وقلبي مزير عليا، مازال ما مستوعباش اشنو طرا، وتمنيت يكون هاد الشي مجرد حلم بشع غدا نفيق منه. ولكن هيهات، كان حقيقة وواقع. ما عرفت اشنو درت في حياتي حتى بلاني الله بهاد المصيبة. كنت كنتمنى ليلة دخلتي نصلي وانا وراجلي ونديرو الدعاء باش ربي يبارك لينا. كنت ديما كنتخايل هاد الليلة ديال الحب والأحاسيس الزوينة، ولكن تقلبات الكابوس، وكابوس فظيع. مسحت دموعي وبغيت نوض نصلي وما قديتش، كنت مازال كنتألم وما قادراش نتحرك. كنحس بعظامي مدقدقين والسخانة طالعة ليا. جاهدت وقاومت نفسي ونط بالزز ودخلت للدوش. كنت مشى بصعوبة، ما كنتش قادرة نزيد، كنت حرق ونتعذب، كنشوف لحمي كله زرق بالضرب. وقفت تحت الرشاشة، الماء كينزل مخلط بالدم اللي نزف مني، والجرح كيحرقني. كنغسل الجسم ديالي بشمئزاز، كاع البلايص اللي قاسني فيهم، كرهت لحمي اللي وسخوا ليا. ساليت ولويت عليا فوطة وخرجت نشفت شعري ولبست ملابس الصلاة، وصليت بمشقة وصعوبة. صليت ودعيت الرب ياخذ لي الحق منه. ساليت ومشيت رجعت لبلاستي، وانا كنت ألم وما قادراش نفرق رجليا. ما وصلت للناموسية حتى كنت غدا نموت بالحريق. في هذيك اللحظة طحت وما بقيت عاقلة على والو، طحت طيحة وحدة وما بقيت عاقلة على والو، لا على ألم جسدي ولا على نفسي. حليت عينيا على وجهه، في الأول كان كيبان ليا كل شي مضبط، ومن بعد توضحت ليا الرؤية. كان كيمسح على شعري وشاد إيدي كيبوسها وكيشوف فيا بحزن وحسرة وعينيه عامرين بالدموع. حسيت براسي عيانة وجسمي مدقدق، ودورت عينيا في المكان وبديت نتفكر شنو طرا. انا في الوطيل في كازا، وهاد الحيوان هو اللي وصلني لهاد الحاله.
اغتصبني وعنفني، وانطرت ايدي منه بقرف، وقلبت وجهي وبغيت نوض نبعد عليه. ما بقيتش قادرة نستحمل وجوده، ولكن ما قديتش. جسمي كله واجعني وحاطيني الحريق، عطيته بالظهر وسرحت بعيني في الفراغ، وحسيت بالبرد مع أنني كنت لابسة بيجامة سخونة ومغطية بالمانطة. وجمعت عندي الغطاء وأنا كل اللي كنت رعد. عرفت راسي غدا نمرض، كنت حاسة بالسخانة طالعة عليا، وفي نفس الوقت كان قفقف بالبرد. وحط إيدو على جبيني ولقاني سخونة، هز تليفونه وعيط للطبيب وبدا كيدور في البيت. شوية سمعت الدقان في الباب، دخل الطبيب بابتسامة مشرقة كيضحك معايا وكيحاول يهدني، ولكن أنا بدون استجابة كنت مدمرة على الآخر. فحصني وخرج يتكلم مع ذاك الحقير، بقيت ناعسة في بلاستي، لا حول لي ولا قوة. بغيت غير نهز تليفوني ونشوف شحال في الساعة، ما قديتش. عرفت غيكون قريب المغرب من الضوء اللي كيتسلل من النافذة، وتفكرت الصلاة اللي تجمعت عليا. حاولت النوض ماشي مرة ماشي جوج وبدون جدوى، غير كنتحرك كنحس بحرقة في مكان الجرح مصحوبة بالحريق مجهد بحال السكاكين كتغرس ليا تما، ولكن هاد الألم ما كانش أقوى من ألم قلبي. قلبي اللي تحطم، قلبي اللي كيبكي دم. غمضت عيني، ما بغيتش نفكر مازال، واستسلمت للنعاس. وحسيت بشي ايد كتحركني، حليت عيني ولقيتو كيهزني بايديه وكيشوف فيا بعينيه اللي ولاو كيخلعوني، وقال بحنان: نوضي تاكلي باش تشربي الدواء. دورت وجهي في ساعة وحسيت براسي مخنوقة، ما بقيتش قادرة نشوف وجهه، ما بقيتش حاملة نسمع صوته، ما بقيتش قادرة نتنفس في وجوده. آه يا ربي، إيش هاد العذاب؟ فين كان مخبي ليا هاد الشي؟ غمضت عينيا وزيرت عليهم وكنحاول نتماسك، ما كان فيا ما يتواجه معاه، حتى باش نغوت عليه ما قدرتش. وفي هاد اللحظة ما بقيت كنتمنى والو، بغيتو غير يمشي يبعد مني. اكتفيت بالصمت، صمت قاتل وممل. قاطعو صوت تليفوني، خليته كيصوني ما جاوبتوش. شويه صونا تليفونه وجاوب، كيهضر ويضحك الصواب والحاله، حتى كنسمعو كيقول: واخا خالتي انا غندوزها لي. ومد ليا التليفون، عرفتها غدا تكون ماما. ما كان فيا ما يهضر، ولكن خفت تخلع عليا. كنحاول ما امكن نبين راسي عاديه وانا ربي اللي عالم بيا. ساليت وحطيت التليفون على الاباجوره وزعمت ونط. وقفت مره وحده ونسيت راسي، حتى حسيت بالم فظيع بحال الضو ضربني. بديت كنتوجع، ما بغيتش داك المرض يعيق بيا. ساعه شافني الحقير، مشيت ببطء في اتجاه الدوش، تبعني ومد ليا واحد الميكا عامره بالدوايات بلا ما ينطق. شديتها منه ودخلت وسديت الباب مورايا. اول حاجه درتها شفت داك الدواء، بان ليا بومادات وماد الغسيل للمنطقه الحساسه. تعصبت وكرهت كتار، هذا هو اللي كيسميوه يقتل القاتل ويمشي في جنازته. ما عرفت ليش بغى يوصل واشنو مازال مخبي ليا، كيحساب ليه عاد غنزيد معاه. والله لا كانت ليه شماته الحقار. بديت ندعي فيه في سري لعل وعاسا برد جنوني، وتوطيت واستنجيت بالماء اللي جاب ليا، ودهنت ديك البوماده وخرجت كنقلب على الصلايه وصليت بالزز. ما كنتش قادره نوقف، ها السخانه ها الحريق ها الدوخه. ساليت ومشيت جلست على الناموسيه، اعيا فيا نمشي ناكل، ما كنجاوبوش. افهم بلي ما بغيتش نجلس معاه، وجاب لي طبصيل فيه شويه الكبده مشويه وصلات.
حطها حدايا وصايب ليا الدواء اللي غيدوه في الكاس ومدو ليا. قال هاكي هذا شربيه قبل الاكل. مديتهاش فيه، حطوا لي حدا التبصيل ومشى جلس حدا الفوتو. شفت حتى عييت ولقيت انه من مصلحتي ناكل ونشرب الدواء باش نبرى في ساعة ونشوف شنو غدا ندير. وهزيت داك الكاس وشربت الدواء وبززت على راسي، اكليت جوج طراف صغار ديال الكبدة، ما كان عندي منين يدوس. ساليت الماكلة ونت باش نمشي نغسل سناني ونجي نعس. مع الوقفة داروا بيا الحيوط وطحت في الأرض. شافني وجا عندي كيجري كيشوف فيا بخوف وقلق. أنا كنت واعية وما واعياش، كنشوفه وكنسمعه ولكن ما قادراش نتحرك، سخفانة. هزني وحطني على الناموسية وغطاني وجلس على راسي، شد ليا في إيدي وكنسمعه كيبكي وكيتنخصص. ما حملتش نسمع صوته وما بغيتوش يقيسني، ولكن ما عندي جهد، الله غالب. بقيت كنتصارع مع مشاعري حتى نعست. وفي الصباح فقت ولقيته جالس على الكرسي وشاد ليا يدي ومعوج راسو على الناموسية وغارق في النعاس. خنقني، انطرت يدي منه ونطفي ساعة. الحمد لله حسيت براسي مزيانة، على الأقل حسن من البارح. وأول حاجة جات في بالي هي نبدل حوايجي، ومشيت لباليزة نجبد شي حاجة نلبسها وهو يوقف عليا. قال مالك يا فيدا، شنو بغيتي؟ بقيت ساكتة ما جاوبتوش، وهو يقول اجي ترتاحي راكي باقة عيانة. ما تسوقتش ليه ودخلت للدوش. وقفت حدا المراية اتخلعت، وجهي ولا حالته، شاحب وشعري مشعكك. مشط شعري وتوضيت ولبست بيجامة سخونة وخرجت نصلي. بان لي الفطور محطوط على الطابلة وصليت ومشيت تكيت في بلاستي. وقال لي يا خليل اجي تفطري باش تشربي الدواء. ما جاوبتوش. وناد قرب لعندي وجرني من ايدي وقال يلا يتفطري. استفزني وعصبني، وقفت ودفعته عليا بكل قوة وبديت كنغوت بهستيريا. قلت له بعد مني الشماتة عديم الإحساس، اش بغيتي عندي؟ كنكرهك، ما كنحمل فيك الشعرة. جاوبني وصوته مخنوق، سمعيني عافاكي، انتي من حقك تكرهيني، ولكن انا قاطعته وحاطه ايديا على ودني وقلت له شت سكوت، ما بغيتش نسمع صوتك. قال عافاك يا فيدا، سمحي ليا انا. قلت له هاديك هي اللي ما عمرك تحلم بيها، سمعتي؟ نفضل نموت ولا نعيش معاك. كنكرهك، اخرج من حياتي. صدم الهضره ديالي، بقى واقف كيتفرج فيا مده طويله وانا غير ما زايده فيه. وبديت كنشير عليه باي حاجه جات في ايدي، لي بواط تاع الدواء، بورتابل، ريكسونا. ومشى خرج وزدح الباب موراه. طحت على الناموسيه وبديت كنبكي حرقه حتى نشفو دموعي. وبردت شويه، جلست شحال وانا ما كنتحركش، وجاني الجوع وما قدرتش نقاوم اكثر. ومشيت جلست حدا الطابله ديال الفطور وبديت كنعتق. كليت حتى ما قديت وشربت الدواء ورجعت اتكيت في بلاصتي ناعسه وعينيا في السماء. كنت حاسه براسي في دوام، ما قدرتش ننسى شنو وقع. المنظر ديالو وهو كيغتصبني عمرو يتنسى ليا. وفي ما غمضت عيني كنت خايلو كيقرب مني وكينقض عليا وكينهش في جسدي. ريحه انفاسه الممزوجه بالشراب باقه فيني، مرضت في خاطري وتوسوست وما بقيتش كنحس بالامان معاه. وليت كنخاف منه لدرجه في ما سمعت شي صوت في الكولوار كننقز من بلاصتي بالخلعه. وداز داك النهار غير في البيت. هذاك الحقير
ملي خرج في الصباح ما عاودش باه، ووصاهم في الوطيل يجيبوا ليا الغدا والعشاء. وبما تعشيت وشربت الدواء وصليت العشاء، كانت وصلات 9 الليل، وبداو عينيا كيتغمضوا. طفيت الضو واتكيت في بلاصتي، نعست ما فيقني غير صوت الباب كيتحل.